أكثر من 4000 متظاهر تجمهروا أمام السفارة الفرنسية والأمريكية بدمشق يهتفون بالخزي والعار لباريس وواشنطن إزاء مواقفهم التي يرى فيها السوريون استعمار جديد والمتمثلة بزيارة سفيريهما إلى حماة يوم الجمعة الماضي. أنا بدي أوجه رسالة لفرنسا بشكل عام لساركوزي وللسفير اللي دخل بشؤوننا وراح على حماة بدون أي إذن من الخارجية السورية، وهذا الشيء غلط هو والسفير الأمريكي. نحن أمنا بوجه بالسفارة الأمريكية هلا وقدرنا ننزل العلم الأمريكي ونعلق علم الوطن على السفارة الأمريكية، وهون كمان بدنا ننزل العلم الفرنسي ونعلق العلم السوري، وهذا الشيء إجباري عنهم مو بكيفهم. صار عنا إصابات إيه، وحتى راح شب من عنا هلا. إحنا إجينا اليوم ما بدنا لا سفير فرنسي ولا سفير أمريكي، وأهل حماة ما بدهم لا سفير فرنسي ولا سفير أمريكي، أهل حماة هن أهل الشرف، مثل ما أهل الشام أهل الشرف. مين سمح لهم إنه يدخلوا بالشأن السوري؟ مين سمح لهم يروحوا على حماة؟ ومين سمح لهم يدخلوا بالمحافظات السورية؟ نحن أهل حماة، نحن اللي بنحدد شو بدنا. المتظاهرون حطموا زجاج النوافذ وكتبوا على جدار السفارتين عبارات الغضب، وأكدوا أنهم حملوا حبات البندورة والبيض ولافتات تندد بمخالفة السفير الفرنسي والأمريكي للعرف الدبلوماسي، إلا أن أمن السفارة الفرنسية أطلق النار على المتظاهرين مما أدى لإصابة 2. مسكوا 2 من شبابنا فوتوا لجوا وصاروا يضربوا فيهم، حتى في شاب من شبابنا ما بعرف شو عاطينه مادة سامة طلع من جوا كله أصفر بأصفر، يعني عاطينه حاطينه مادة سامة، وهذا الشيء أنا بدي طالب فيه اللي بيسموا حالهم هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إنه ياخذ لنا حقنا من هذا الشيء. اليوم ابدا ما بيمس بالديمقراطيه، ميت اسيد، اطلاق نار على متظاهرين بشكل سلمي، هي ايدينا، ما حدا منا معه قشه كبريت او اي شيء بيأذيه، اوكي؟ بندوره بيض اكثر من هيك ما في. يجوا يشوفوا اي حقوق الانسان اللي ضربونا بميت القطرونه، وضربوا اليوم الرصاص الحي ضربونا فيه. وين حقوق الانسان؟ هي هيك بيقول لهم هي هي حقوق الانسان، يجوا يشوفوها بس. ما يحكوا بشيء ما بيملكوه. مش سنتين قامت مظاهرة، رئيس ساركوزي هو صاحبته كانوا مصر وهونيك بقتلوا متظاهرين سلميين. الشباب السوري أنزل علم أمريكا وفرنسا من مبنى سفارتيهما ورفع العلم السوري بدلا عنهما تعبيرا عن رفضه التدخل الفرنسي والأمريكي بالشأن السوري. نضال حميدي، تلفزيون الجديد، دمشق.